كثير من الناس يعرف أن سعادته في المسجد إذا نودي للصلاة، لكن ما عنده عزيمة، همته فاترة، ينادى للصلاة ويجلس، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويسمعها بأذنه والمسجد قريب منه، ما يقوم، وهو يعرف أن هذه الصلاة فيها خير له وفيها سعادته، وسمع الآيات وسمع الأحاديث وعرف وعلم ووعظ وذكر. أين العزيمة على الرشد؟ هذا الرشد تنادى إليه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أين العزيمة؟ ولهذا بعض الناس عنده علم، عنده معرفة، أيضا عنده نوع محبة، يحب الصلاة ما يبغضها ويرى أن فيها خير، لكن عزيمته متبلدة أو ضعيفة أو فاترة. ولهذا من أعظم الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله: اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر.